أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. هذا هو فيديو الوحدة الثانية بعنوان أيامنا. سنعرف ما هو الفن الأدبي الذي سيكون محور دراستنا. أيضا سنقوم بالكثير من الأبحاث والمهمات التي من شأنها أن تعزز معرفتنا. كونوا معي. بداية لابد أن نستعرض محتويات هذه الوحدة. تتناول هذه الوحدة مهارات اللغة العربية متمثلة في دروس وعناوين مختلفة تكسبك القدرة على القراءة والاستيعاب والكتابة ضمن مهماتها وتحدياتها، حيث سننتقل بين مصادر اللغة العربية المعتمدة. كتاب اللغة العربية، سنأخذ منه درس الاستماع، الشاهد والمشهود، اللغة الأم. في كتاب النشاط سنأخذ منه رحلتي الطويلة من أجل الحرية، يموت ببطء، كتابة صفحة أولى من سيرتي الذاتية. في النصوص البحثية والمهارات المكتبية سنترجم قصيدة غير عربية إلى العربية، وأيضا سنقرأ قراءات في السيرة وهي السيرة الغيرية المعتمدة، العمل الأدبي الأميرة وبنت الريح. في قواعد والمهارات الإملائية سنعتمد الهمزة المتوسطة والفعل المضارع والأفعال الخمسة. أما البند المهم وهو المشروع، سنقدم عرضا تقديميا بتحليل عام للكتاب، كتاب الأميرة وبنت الريح، مع تخصيص مهمات معينة مختلفة لكل فصل من فصول هذا العمل. يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذه الوحدة أن تتعرف على فن السيرة بنوعيها، تكتب الهمزة المتوسطة كتابة صحيحة، تنمو لديك المهارات البحثية، تربط ما تدرسه بواقع حياتك، وتحلل رواية وعمل الأميرة وبنت الريح تحليلاً أدبياً وفقاً للأصول. مشروع الوحدة تتكامل وحدة أيامنا مع تكنولوجيا المعلومات. ستستخدم المهارات البحثية في حصة المكتبة للوصول إلى نصوص أدبية تقوم بتحليلها وترجمتها. أيضاً ستستعمل المهارات التكنولوجية في تصميم عرض تقديمي يعرض التحليل الأدبي لعمل الأميرة وبنت الريح. تتكامل هذه الوحدة وتكنولوجيا المعلومات. تستخدم الطالب هنا المهارات البحثية في حصة المكتبة للوصول إلى نصوص أدبية تقوم أنت بتحليلها وترجمتها، ثم تستخدمها أيضا مرة أخرى في عرض تقديمي لرواية الأميرة وبنت الريح. سنأخذ الاستماع، وكما نعلم عليك أولا أن تمسح الرمز الموجود في جانب الصفحة هنا. ستحصل على نص الاستماع، بعد ذلك ستقوم بالمهام المطلوبة منك. أستمع وأتذكر الدولة العربية المذكورة في السيرة الذاتية التي استمعت إليها هي. كان صاحب السيرة الذاتية التي استمعت إليها يعمل في. أحدد شرطي نجاح المناقصات. أذكر الحل البديل الذي طرحه الكاتب بعد رفضه عروض المناقصات في الشركات العالمية العملاقة. أذكر الموقف الذي استدعى الكاتب فيه المثل العربي رب ضارة نافعة. بعد ذلك سننتقل إلى نيلسون مانديلا السياسي المناضل الذي أمضى أكثر من ربع قرن في السجن مظلوما بسبب دفاعه عن الحرية، والذي أيضا انتخب في عام 94 و900 وألف ليكون أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا، وبالطبع حصل على جائزة نوبل للسلام عام 93 و900 وألف. هنا يظهر أمامك هذا النص، سنقوم بقراءته وتحليله، ثم بعد ذلك سننتقل إلى الأسئلة والمهمات التي تلي. أيضا سننتقل إلى نص يموت ببطء. من لا يسافر؟ من لا يقرأ؟ من لا يسمع الموسيقى؟
من لا يعرف كيفية الاهتداء بفضل عينيه يموت ببطء، من يحطم كبرياءه، من لا يرغب في مساعدة أحد. هنا سنرى أن هذا الشعر هو شعر مترجم من الأسبانية. هنا الشاعر وقف في صف الوسطاء مدينا كل الاضطهاد ضدهم، موجها شعره سيفا سليطا على الطغاة والمتسلطين على خبز الفقراء. وأيضا تشمل وحدتنا الهمزة المتوسطة، سنتعرف إلى الحالات التي تكتب فيها الهمزة المتوسطة على واو وعلى ياء، وأيضا كيف تكتب على الألف ولماذا. بعد ذلك سنتعرف إلى تفاصيل ربما أكثر عن الفعل المضارع. نحن نعرف أن الفعل المضارع معرب، ولكن سنضيف إلى حصيلتنا اللغوية بناء الفعل المضارع، كيف يبنى على الفتح وكيف يبنى على السكون والحالات التي يبنى فيها الفعل المضارع. بعد ذلك سنتطرق إلى موضوع آخر وهو الأفعال الخمسة الذي يعد فرعا من الفعل المضارع. سنتعرف كيف هي ميزانه وكيف نميزه عن الأفعال المضارعة الأخرى. هذا هو وصف سريع فيه إضاءات لموضوعات وحدتنا الثانية، سندخلها في الأسبوع السابع إن شاء الله. عزيزي الطالب، أتمنى أن أكون قد وفقت في هذا العرض. في حال أنك وجدت أي أمر من هذه الأمور غير واضح، أرجو أن تعود إلي ولا تتردد بالاستفسار. أعزائي الطلاب، طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.